بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفاعل السلفونيشن يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن تفاعل البنزين مع الفيومينج سلفوريك أسيد، اللي هو عبارة عن سلفوريك أسيد اللي هو ال H2SO4 مضاف عليه سلفر تراي أوكسايد علشان يكون لي البنزين سلفونيك أسيد، اللي هو استبدال تفاعل إلكتروفيليك سبستيوشن، وبقى عندي SO3H اللي هو بنزين سلفونيك اسيد. الخطوه الاولى دايما في التفاعلات الالكتروفيلك سبستيوشن هي تكوين الالكتروفيل دايما في الميكانيزم. طيب ازاي؟ بانك تفعلي حمض السلفوريك اسيد اللي هو عباره عن ايه، سلفر متصل ب او اتش وكمان او اتش واتنين اكسجين بربطتين ثنائيتين، ده حمض السلفوريك اسيد. بيتفاعل مع السلفر تراي اوكسايد اللي هو الاس متصل ب 3 اكسجين بروابط ثنائيه. فاللي بيحصل ان اكسجين السلفر تراي اوكسايد بيروح يهاجم هيدروجينه من هيدروجينات الحمض وبياخدها ويكسر ربطه ما بينه وما بين ذره السلفر، والمركب ده بيتحول الى HSO4 ماينس، والسلفر تراي اوكسايد هو اللي بيكون لي الالكتروفيل اللي انا محتاجاه، فهيتحول الى اس دبل بوند او دبل بوند او، او خلينا دي تبقى هي الاكسجين اللي بقى عليها هيدروجين، والسلفر ساعتها بيبقى عليه اشاره موجبه لان الكترونات الرابطه اللي كانت ما بينه وما بين الاكسجين استخدمناها في ان نعمل رابطه ما بين الاكسجين والهيدروجين، وما زال لسه عندي كمان دبل بوند او، فاصبح الالكتروفيل موجود. طيب والنيوكلوفيل موجود علشان بعد شويه هنستخدمه اللي هو ال HSO4 ماينس بعد خروج الهيدروجين منه. تاني جزئيه هي الهجوم من قبل البنزين، هيتفاعل مع الالكتروفايل اللي هو بالنسبه لي ال SOOH وعليه اشاره موجبه، هيروح يهاجم السلفونيك اسيد دهوت فيتكسر رابطه ثنائيه وندخل مكانها السلفونيك اسيد، فبقى عندي هنا هيدروجين وبقى عندي SO3H، والرابطه الثنائيه اللي كانت ما بين ذرتين الكربون دول دي اتكسرت ودول موجودين زي ما هم. مين اللي اتاثر بعدم وجود الرابطه الثنائيه؟ ذره الكربون اللي فوق. ليه؟ لان الرابطه الثنائيه اللي كانت هنا لذره الكربون دي ما اتاثرتش. اللي حصل ده الرابطه من بعد ما كانت ما بينهم وما بين اختها بقت ما بينها وما بين السلفر، فهي ما اتاثرتش بشيء، لكن اللي اتاثر هو ذره الكربون اللي فوق لان الالكترونات انزاحت تماما من عندها. نبدأ نعمل الريزونانس ستراكشر بان الاثنين الكترون بتوع الرابطه الثنائيه دي هيروحوا عند الذره دي، فالرابطه دي تتكسر، واللي هيتاثر ذره الكربون اللي هنا لان الاثنين الكترون راحوا تماما من عندها، لكن ذره الكربون اللي هنا ما اتاثرتش لان من بعد ما كانوا تحت بقوا لفوق، فهي ما اتاثرتش بشيء، فيصبح عندي الشكل الجديد بالشكل ده. ادي الرابطه القديمه والرابطه الجديده والاشاره الموجبه موجوده هنا، ولسه السلفونيك اسيد موجود مع الهيدروجين على شكل SO3H. وبعد كده هيحصل عندي ريزونانس كمان مره، الاثنين الكترون دول هيهاجموا ذره الكربون اللي الناحيه دي، فيصبح عندي اللي اتاثر هي ذره الكربون دي، فيبقى عندي المركب بالشكل ده. ادي الرابطه القديمه والرابطه الجديده، ذره الكربون دي عليها اشاره موجبه، وعندي هنا الهيدروجين والاس او 3 اتش. يجي هنا دور النيوكليوفيل اللي انا قلت لكم عليه من شويه اللي هو الاتش اس او 4 ماينس، هيروح يهاجم ذره الهيدروجين اللي موجوده هنا وهياخدها وهيتحول الى اتش 2 SO4 مرة أخرى، لأنه يعتبر بالنسبة لي لويس أسيد، بيرجع تاني زي ما هو في نهاية التفاعل، والبنزين هيرجع بالأروماتيسيتي بتاعته تاني باستخدام الاتنين إلكترون بتوع الهيدروجين، ويرجع البنزين هو البنزين والأروماتيسيتي ترجع، والسلفونيك أسيد هيتحط على البنزين ويتحول إلى بنزين سلفونيك أسيد.